أتقدم بأجمل التبريكات والتهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني. كل عام وأنتم بخير ودمتم دائما بعز وازدهار. بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة العربية السعودية بأمن وأمان وازدهار وفرحة وتقدم بإذن الله، ودامت المملكة العربية السعودية، ولكم مني كل الحب. نهني القيادة السعودية والشعب السعودي وكل من سكن في هذه الأرض الطيبة الطاهرة إن شاء الله في اليوم الوطني السعودي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن دوم إن شاء الله الأمن والأمان بقيادتهم الكريمة والرؤية الجميلة اللي نهضت في المملكة العربية السعودية وهذا الشعب الكريم من الأمن والأمان والرخاء. أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات للحكومة السعودية الرشيدة والشعب السعودي الكريم الأصيل. الله يدوم عليكم نعمة الأمن والأمان. فخورين جدا بكل خطوة تخطونها من ازدهار وانفتاح وإنجازات ورؤية جميلة. الله يدوم عزكم ويحفظكم من كل شر. مناسبة سعيدة تمر على كل إنسان سعودي هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. هذا الوطن هو رمز الشموخ، عنوان الأمان، رسالة السلام. نعم يا وطني، أنت المظلة والحصن والسد المنيع، دام عزك يا وطن العز وسلمت من كل المحن. جميل أن نفرح ونعبر عن مشاعرنا، ولكن نتجنب المبالغة. نعم، نحافظ على الممتلكات العامة، دعونا نفرح بفرحة حضارية. نعم يا سادة، ما أجمل أن نعبر عن فرحتنا بحجم وطننا في عيوننا. دام عزك يا وطن العز. أقدم تهنئتي لشعبنا السعودي العظيم، وبالأخص الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان. كل عام ووطننا وشعبنا. اليوم الوطني هو يوم الوطن، يوم الشعب، يوم الحكومة، يوم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الكريم. نحب نقول لهم شكرا، شكرا على كل ما قدمتوه، كل ما قدمنا، كل ما شاركنا في وصول المملكة العربية السعودية لهذا المستوى. طبعا احنا هذا اليوم الوطني ننتظره من سنة لسنة، وكل سنة ان شاء الله نحتفل بكل الانجازات اللي قدمت في السنوات اللي طافت في هذه السنوات، وكل المميزات اللي حكومتنا الرشيدة وملكنا الله يطول في عمره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مقدمين دعم كبير لجميع شرائح المجتمع ولجميع الشباب بالأخص. فإحنا نستمتع جدا ونفتخر جدا في هذا اليوم، ونحاول قدر المستطاع اللي عنده ارتباط اللي عنده شيء يرتب وقته على هذا اليوم. أتقدم بأجمل التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان بأجمل التهاني لليوم الوطني الجميل إن شاء الله، ونقول كل عام والوطن بأمن وأمان. حبيت أهني السعودية وشعبها وعلى رأسهم حكومتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، ويا رب الله يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وإن شاء الله نشوف هذه البلد دوم في ارتقاء ونماء وخير وسلام. أختكم هيفاء حسين. أقدم أحر التهاني والتبريكات للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاه بمناسبة اليوم الوطني السعودي. كل عام وأنتم بخير. بقلب مخلص ومحب لأرض طيبة، أرض الخير، شعبها لا يتخير، ما نخير بشعب ثاني ما في مثله، الشعب السعودي حبايب قلبي، جمهوري الكبير، أحبكم وايد، أحب أهنيكم في اليوم الوطني السعودي، وأكون جزء من هذا اليوم، وأكون أحد المشاركين في هذه الفرحة.
شكرا لكم على هذا الإبداع وهذا التطور، وأيضا أهنيكم على هذا الفكر وهذه الرؤية لسعودية جديدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الكريم محمد بن سلمان. تهنئة حارة من داخل إلى الأمام، إلى الأمام.